يا هلا ومرحبا بكم من جديد، دائما معكم متابعينا مشاهدينا. ما أجمل الإنجاز والتكريم، وكيف لما بيكون التكريم من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني، والفوز أيضا بجائزة التميز، جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز من خلال المؤسسات ومن خلال الأفراد. وهذا شيء دائما بنعتز وبنفتخر فيه، والهدف دائما تقديم خدمات دائما هامة مميزة لكل من هو متواجد على أرض المملكة الأردنية الهاشمية. في هذا الصباح بسعدنا يكون معنا الدكتور وليد القصراوي، مدير تنفيذي إدارة مراقبة أعمال الصرافة في البنك المركزي، وبشار التميمي مدير عام شركة كهرباء إربد. أهلا وسهلا فيكم، ألف مبروك الجوائز، ويعني الله يبارك فيكم وبالجميع ولكل من دائما يقدم بصمة وخدمة للأردن بإذن الله. أهلا وسهلا فيكم، نصبح عليكم. رح نبلش من عندك دكتور وليد. أولا مبارك لكم الجائزة، خلينا نحكي عن الخطوات اللي اتخذها البنك المركزي لنيل هذه الجائزة. بداية صباحكم وصباح المشاهدين الكرام والضيف الكريم، بس بالبداية أحكي لمحة بسيطة عن البنك المركزي. البنك المركزي مؤسسة وطنية تأسست 1964. الهدف الرئيسي للبنك المركزي الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. البنك المركزي يحكمه مجموعة من القوانين والتشريعات، يمتلك دليل حوكمي واضح ومحدد، يحقق متطلبات قانون البنك المركزي والتشريعات النافذة والأدلة الوطنية. البنك المركزي المشاركة في الجائزة لم تكن يعني وليدة اللحظة، البنك المركزي من أوائل المؤسسات الوطنية اللي شاركت في جائزة الملك عبد الله. المشاركة الأولى كانت في 2006، المشاركة الأخيرة كانت بالدورة الحالية. طبعا البنك المركزي بجميع الدورات بفضل الله يعني كان يحصل على مراكز متقدمة. البنك المركزي منذ بداية إطلاق الجائزة أخذ محاور الجائزة كمنهج عمل، تم عكس جميع متطلبات الجائزة، معايير الجائزة ضمن أعمال ومهام البنك المركزي. فبالتالي البنك المركزي عمل على تجذير ومأسسة أعمال الجائزة في أعمال البنك المركزي. يعني البنك المركزي لا ينظر للجائزة أنه فريق تقييم رايح يجي على البنك المركزي وقيم وتشكلست وانت، لا، القضية أنه أنه فكرة الثيم تبع جائزة الملك عبد الله التميز، التميز في الأداء. فبالتالي أنت بدك تميز بالأداء، بدك تعكس متطلبات الجائزة ضمن عملك، ضمن العمل المركزي. فبفضل الله من 2006 البنك المركزي عكس جميع متطلبات الجائزة ضمن عمل البنك المركزي من خلال دوائر البنك المركزي. فبالتالي كانت المشاركة في الجائزة عند البنك المركزي هي قضية تطويرية تحسينية، لأنه بالنهاية إذا بدك الأداء المتميز بدك تجذري معايير التميز في البنك المركزي. طبعا الدورة الحالية اللي هي دورة لآخر دورة اعتمدت على نموذج التميز الجديد اللي أطلقه مركز الملك عبد الله، بسموه نموذج التميز الأردني. نموذج التميز الأردني يعني مبنى على 3 محاور رئيسية: التخطيط، التنفيذ، والتحول. وبرضه النموذج الجديد يعني ميزه إنه ربط ما بين المؤسسات الفردية والقطاعية والوطنية، لأنك أنت تحكي عن ديسبلين، نظام حكومي متكامل، يعني ما في مؤسسة بتشتغل لحالها. فبالتالي إذا ما كان في تناغم ما بين شغل المؤسسات يعني بتظل العملية فيها نوع من القصور. فبالتالي النموذج الجديد ميز بالربط ما بين المؤسسة والقطاع، فصار عندك أهداف مؤسسية، أهداف قطاعية، أهداف وطنية، بالنهاية حتى نصل لرؤية التحديث الاقتصادي. طبعا البنك المركزي ضمن الجائزة الحالية كان في تحدي كبير للبنك المركزي. البنك المركزي طبعا احنا كنا ضمن فئة الأوائل، ضمن فئة الأوائل، فأنت بدك تنافس كل المؤسسات الوطنية اللي حصلت على جائزة سابقة. ممتاز، راح نحكي اكثر عن ايضا النقاط والخطوات القادمه. استاذ بشار، اليوم اكيد بنبارك لكم الجائزه كشركه كهرباء اربد. في البدايه نحكي يعني اليوم هذا الجهد اللي وصلنا من خلاله لهذه الجائزه، شو بتحكي في البدايه؟ تفضل. بدايه يسعد صباحكم في هذا اليوم الجميل، وشكرا على هذه الاستضافه، واسمحوا لي من خلالكم ان ارفع الى سيدي ومولاي صاحب الجلاله الهاشميه على تكريمه لمؤسسات الوطنية والقطاع الخاص، وتكريم شركة كهرباء محافظة إربد، الذي يعتبر هذا التكريم وسام شرف واعتزاز لكافة العاملين والمتعاملين مع شركة كهرباء إربد في منطقة الامتياز الشركة في المحافظات الأربعة. شركة كهرباء إربد هي شركة معنية بخدمة إيصال التيار الكهربائي للمحافظات إربد وجرش والمفرق وعجلون وجزء من محافظة البلقة. بالفعل كانت هذه الثقافة والرحلة التميز هي مأسسة عمل وجهود تشارك بها كافة عاملين شركة كهرباء إربد، لم تكن مقتصرة على قيادة أو إرادة
فقط من الفئة التنفيذية العليا، كانت مساهمة من كافة العاملين، فالفضل لجميعا لكافة زملائي في شركة كهرباء إربد، والفضل للمتعاملين مع شركة كهرباء إربد. بالفعل لنتمكن من الحصول على هذه الجائزة كان هنالك العديد من الخطط التي وضعتها الشركة من حيث تنفيذ خطط استراتيجية فعلية. تم عمل جاب أناليسز، تحليل نقاط القوة الموجودة لدينا وتمكينها وتعزيز هذه الثقافة، تم دراسة فرص التحسين، تم العمل على توأمة هذا الأمر وتعزيز هذه الثقافة، عملنا على الاجتماع مع كافة المتعاملين المباشرين وغير المباشرين في الشركة. كما تعلمون خدمة التيار الكهربائي خدمة تمس كافة المواطنين في كافة منازلهم، والعديد من المؤسسات لها دور فعال في نجاح هذه الخدمة من البلديات والأشغال والمجتمع المحلي. تم عقد اجتماعات معهم للاطلاع على التحديات والحاجة الماسة لتقديم خدمة مثلى. بالتالي نظرنا إلى حاجة هذه المؤسسات، كيف يمكن تطوير هذه الخدمة وتمييزها. فاليوم نحن نتكلم عن التميز، بما أننا حصلنا على هذه الجائزة نحن نعمل على التميز. والتحدي على كافة الزملاء ممن حصلوا على هذه الجائزة ليس فقط اليوم أننا حصلنا على التميز، نحن ننظر إلى كيف المحافظة عليه وكيف تقديم طبعا خدمة أفضل منه. فالحمد لله نعمل بتشاركية منقطعة النظير مع كافة المتعاملين، نعمل مع المؤسسات من خدمات تجارية صناعية، وإن شاء الله ربنا يوفقنا جميعا لنكون عند ثقة سيدي صاحب البلاد الذي منحنا هذا الدرع وهذا الوسام الشرف. يعني يمكن نحكي عن الجائزة والحصول على الجائزة، هذا يدل على سنوات من العمل والجهد لأنه الواحد يقدر يوصل لهذه الجائزة، ولكن أيضا نتطلع للمستقبل. فدكتور إذا بنحكي اليوم قديش هاي الجائزة بتفيد للاستشراق للمستقبل ونشوف ما هو قادم بالنسبة للبنك المركزي؟ يعني في الجائزة التميز يعني هي رحلة مستمرة، يعني مش إنه خدنا الجائزة وانتهينا. استشراف المستقبل طبعا المؤسسات المستقبل، التغيرات التكنولوجية، التغيرات البيئية، التغيرات الجيوسياسية، وتغيرات متسارعة جدا. المؤسسة اللي ما بتقدر تتكيف، ما بتقبل ثقافة التغيير، مش رايح تستمر. فبالتالي حتى تتميز بعملك بدك تستمر بالعملية. استشراف المستقبل شيء مهم جدا. يعني البنك المركزي بتوجيهات من معالي محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس انه العالم متغير بسرعة، اذا احنا ما لحقنا العالم، ما تغيرنا، ما تكيفنا، فرايحين نتغلب. فبالتالي استشراف المستقبل جزء اساسي من عمل البنك المركزي. البنك المركزي يعني حددنا عدد من المحركات المستقبلية اللي ممكن تأثر على عمل البنك المركزي، على عمل البنوك، على عمل القطاع المالي والمصرفي. حددنا محركات زي مثلا المحرك التكنولوجي، الذكاء الصناعي قادم بقوة طبعا. بالبنك المركزي شكل لجنة عليا، دراسات مستفيضة على الموضوع هذا، التحول الرقمي، البنوك الرقمية، الدفع الإلكتروني، هذا برضو قادم بقوة، البنك المركزي كان مستعد له. القضية الثانية عندنا بالبنك المركزي دائرة سموها دائرة الأبحاث، تملك نموذج تنبؤ فوركاستينج بالمؤشرات الاقتصادية المستقبلية لأكثر من سنة، حتى أنه صاحب القرار يقدر يأخذ القرار الصح. فبدك تتميزي، بدك تواكب التطور، التكنولوجيا، العالم متغير بصورة متسارعة. فبالتالي استشراف المستقبل جزء لا يتجزأ، جزء لا يتجزأ من عمل المؤسسات الوطنية. بس بدي ارجع على جائزة الملك عبد الله. جائزة الملك عبد الله هي من ارفع الجوائز اللي حصل عليها البنك المركزي. الجائزة هي جائزة باسم سيدنا جلالة الملك حفظ الله ورعاه. الكل البنك المركزي من الإدارة العليا من معالي المحافظ يعني ادنى رتبة وظيفية كان فرح جدا بالإنجاز. البنك المركزي حصل على كثير من الجوائز، بس الجائزة هاي لها طعم خاص مميزة. جائزة تحمل اسم سيدنا، الكل بيعمل فيها، الكل كان فريق واحد، الكل حتى لو ما كانوا المقيمين. تشاركية يعني مش على جزء واحد. هي كل المراحل اللي بتمر فيها الجائزة من عمل وتقييم وإنجاز يعني كلها هي بالأخير بتصب إنه هذا الجهد العظيم كل اللي خلال هذا التكريم والفوز بهذه الجائزة. أستاذ بشار، أيضا اليوم عندما نتحدث عن الجهد الكبير اللي بتقوم فيه هذه الشركة، شركة كهرباء إربد، اليوم نتحدث أيضا عن نظرة مستقبلية، عن خطوات قادمة ما بعد هذه الجائزة. اليوم أخذنا الجائزة، راح الشغل يصير أكثر، الخدمة تقدم بشكل أفضل وأحسن للمواطن. نحكي أكثر عن هذا الموضوع.
بالتأكيد أخي حازم، اليوم شركة كهرباء إربد أطلقت خطة استراتيجية خاصة بها للسنوات القادمة تماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي التي أقرها سيدي صاحب الجلالة، وتم ترجمة هذه الخطط إلى خطط تنفيذية تم تعميمها على كافة العاملين ووضع نظرة شمولية مستقبلية للعاملين ولتقديم الخدمة التي يتلقاها المتعاملين من شركة كهرباء إربد. نحن ننظر إلى التحول الرقمي، اليوم ننظر إلى تطوير العدادات الذكية التي تجاوزت 56% في إقليم الشمال لدى امتياز شركة كهرباء إربد. نحن ندخل الذكاء الصناعي في اتخاذ القرارات والخطط المستقبلية. اليوم شركة كهرباء إربد تنظر إلى الناقل الكهربائي من خلال الذراع الاستثماري الذي أسسته شركة كهرباء إربد. هذه الخطط المستقبلية التي تعمل بها شركة كهرباء إربد ستساعد بشكل واضح وأساسي في عجلة الاقتصاد ومعالجة البطالة. نحن لا ننظر فقط إلى خدمة التيار الكهربائي، نحن ننظر إلى توأمة وتفاعل شركة كهرباء إربد مع الجهود التي تكدسها الحكومة تجاه هذا التطوير. فإن شاء الله ستكون شركة كهرباء إربد في الفترة القادمة نموذجا يحتذى به على مستوى الإقليم، ونأمل كذلك الأمر أن نكون هنالك معيار قياسي لدى الوطن العربي. وكما تحدثنا سابقا، نحن الآن في مرحلة التميز الذي لا نقبل أن نكون بالخلف، ولكن دائما يجب أن نكون في المقدمة. دكتور وليد وأستاذ بشار، سعيدين جدا بوجودكم معنا، مبارك لكم الجوائز. ومثل ما حكينا بالبداية، يعني مؤسسة الإذاعة والتلفزيون عم تأخذ كل الرابحين خلال البرامج الأخرى، فمنبارك لكم، منهنيكم جميعا، ومن تميز إلى تميز إن شاء الله.